كانت يعني منطقة الدعية كأنها مجلس إدارة نادي العربي، والكل يشجع نادي العربي، وقوة ذاك الوقت نادي العربي كان هو في القمة للأمانة. كانت المنافسة في يعني الدوريات المراحل السنية للأمانة، سنة عربي ياخذ بطولة، سنة قادسية ياخذ بطولة. أنا أعتقد ذاك الوقت من الفرق يعني من الفرق اللي زينة وتهابها أنت الشباب تحت 17 تحت 19 من الفرق الزينة. الساحل الساحل من الفرق اللي دائما المراحل السنية متفوقة. فترة الانتقال من المركز إلى نادي السالمية، كان يرأس نادي السالمية الله يرحمه علي الشيخ علي صباح السالم، وهو اللي كان رئيس نادي السالمية، وسمي ملعب ثامر ذاك الوقت قبل لا يصير الحشيش، سمي على اسم ولده ثامر اللي صار وزير الداخلية قبل فترة. فيعني الله يرحمه احنا لحقنا على الشيخ علي رئيس نادي السالمية، وكان ذاك الوقت للأمانة يعني متواجد وحريص على نادي السالمية هذا، لكن بعد أعتقد كانت يتبعث دراسة أو شيء فيه. فرشح الشيخ محمد اليوسف على أنه يكون هو رئيس نادي السالمية، وهذه يعني حنا بدينا على قولتهم الفريق الأول. أنا وصلت الفريق الأول، محمد اليوسف هو رئيس نادي السالمية. فأنا أقول لك يعني كان مدرب السالمية ذلك الوقت إنجليزي، ويعني شوف المدربين الأوليين يعني أكثر حرص، يعني إحنا ما نقول قصورا في المدربين الوقت الحالي، لكن المدربين الأوليين حريص يفتر على المراحل السنية كلها، يحضر مباريات يحضر تمرين، إذا ما عنده شيء يطالع تحت 15 يطالع 17. يعني ترى أكثر من لاعب تم اختياره من تحت 15 من تحت 17 من تحت 20، يشوف المدرب يقتنع هو كمدرب لأن عنده فكر رياضي، هو يقول لك أن هذا اللاعب أنا قد يصير لاعب أو أحتاج يمكن عندي في مركز من المراكز هذا اللاعب، لو يلعب لأربع خمس لعبات أو يلعب ما قسم السنة الجاية يثبت نفسه في مكانه. فإحنا كان مدرب فيك هو شافنا حضر معنا أكثر مباراة، وبعدين يوم انتهى موسمنا الرياضي أنا أذكر تحت 77 78 انتهى الموسم الرياضي عندنا، إحنا نلعب تحت 18 سنة، كان يقول أنا هالاثنين أبيهم معي، ناصر مسبحي وفيصل العصفور، قال هذول الاثنين اللي بالنص أنا أبيهم يتكملون معي. قال يعني بس إحنا خلاص الموسم عندنا يروحون إذا بس آخر لعبة من باكر هي ونكل. المهم هذا المدرب يعني له نظرة، خذنا لعبنا بالكاس أنا وناصر، يعني أنا أذكر أول لعبة كانت لي في كاس الأمير 77 78، يعني بعد لعبت 10 دقائق ضد خيطان على ملعب القادسية. احنا ذاك الوقت ثالثة ثانوي في المدرسة وطلبة وتلعب درجة أولى وماخذينك فريق الأول. وبعد يعني كانت الصحافة تشجع وكانت تعطي اللاعب حقه، مو الإداري، الإداري مو قاعد، اللاعب ياخذ حقه، كانت الصحف تنشر صورنا. فيعني الله يرحمها ويحللها كانت والدتنا هي الأرشيف، يعني أمهاتنا الأوليات هم اللي عندهم الأرشيف، هذه قصاصات الورق والجرايد هم تحت، يعني يمكن احنا نتعايا وتناقش على وجبة على قدا على عشاء مع الوالد مع الأخوان، لكن قصاصات الورق موجودة عند الأم، يعني لقينا عندها كنز من القصاصات والصور. فأنا القصد أنه بعد هذه المباراة يعني أو أكو يوم خلال أسبوع يكتبون عن الناشئين مناشئين، فكانت أنا أذكر ذاك الوقت كانت صورتي حاطين عليها لاعب، يعني لاعب لمستقبل أو لاعب نشط أو، فهذا دافع ويعني من الصحف على أنك تواصل مجهودك. هيبة يعني الفريق الأول أنت يعني في ملعب وتحضر مثلا تي بالمدرج طالع مباراة فريق الأول قاعد يلعب، بعدين تروح تمرن في ملعبك،
هذه اللاعبين انت بس تشوفها بعينك بعيده عنك، شلون انت يعني شلون انت تتمرن معاها او تلعب معاها يوم من الايام؟ فكنا يعني انا اشوف يعني يمكن ما لحقت علي علي الرفاعي، لكن الباقي المجموعه اللي بعد علي الرفاعي انا يعني يوم تمرنت او لعبت مع الفريق اول، حسين الجاسر موجود، محمد احمد موجود، حارس المرمى الله يذكره بالخير وليد البابطين وعبد الحميد الشطي، نور الربيعان، محمد احمد، الدكتور عبد العزيز حافظ طبعا شقيقي واللي له فضل علي مواصله يعني اللعب معه او العمل في النادي السالميه، صالح العصفور يعني سندني للامانه مشواري كله، قدام قيصر سلطان الله يرحمه، فيصل مجيد، راشد مسبحي، خالد مسبحي، يعني هذول احنا نشوفهم من ورا، اول نشوفهم من ورا الشبك ما توصلهم، الان انت قاعد تتمرن معاهم فيعني ربك، لكن هم للامانه يعني هم ذاك الوقت يعني هذا تنشلك تشيلك المجموعه هذه تساعدك وتوقف معاك وتساندك، لان يعني ذاك الوقت ما اكو شيء يعني انت تبي بروحك، ماكو شيء بروحك، الفوز او الانجاز او النتيجه جماعيه للكل، فالكل كان يعمل من اجل الفريق. فيعني للامانه يعني هذا لعبنا احنا هذا الموسم، لعبت ضد خيطان اخر 10 دقائق، ولعب بعدين لعبت وراها قبل النهائي ضد نادي صليبخات هم بعد 10 دقائق، ويعني على قولتك المدرب يرني يقاضبني يعني مو هادني، والنهائي كانت بين الكويت والسالمية اللي على نادي الكويت، انتهت النتيجة 4-1 فوز نادي الكويت، هذه أنا بعد ما شاركت فيها يعني طبعا مباراة لأهميتها وثقلها ما لعبت، لكن أنا أقول اللعبتين اللي شاركت فيهم ضد خيطان ضد صليبخات هم أعطوني دافع إن أنا يعني أكون أو لا أكون. طبعا يعني نهاية هذا بعد نهاية كأس الأمير، وطبعا يعني أنا عرفت إن السنة الموسم القادم أنا راح يرفع اسمي من 18 سنة وخلاص، راح يعني المدرب قال هو ويا الأخ ناصر مسبحي هذول الأثنين أنا أبيهم معاي بالفريق الأول الموسم الجاي من البداية، والله طبعا حماس واستعداد يعني شيء لا يوصف، أنت تلعب بالفريق الأول أو السنة الجاية صعدوك من المجموعة ربعك ورحت فريق الأول، يعني هذا شيء إنجاز بالنسبة لك. أنا ما يعني ما أنسى بعد أول لعبة كنا لعبنا مباراة ودية، يعني شوف حظي زين ورب العالمين يخدمك ساعات يعطيك. أول لعبة في إعداد الفريق لعبنا مع فريق إماراتي جاي من الإمارات اسمه العمان الثقافي، هو فريق إماراتي لكن اسمه فريق النادي العمان الثقافي، على ملعبنا سالمية لعبنا معهم غلبناهم 4-1، أول هدف أنا سجلته من خارج 18، هذا ترى أول لعبة لي يعني مع الفريق الأول، وكرة يعني هدف جميل من خارج 18، يعني تعطيك بوادر ان انت ممكن تندمج مع هذه المجموعة، ممكن يكون لك يعني حتى مستقبلا لك شأن، يعني يعني تأسيس او يعني تنبؤات ان انت بتصير لاعب يوم من الايام يعني. فكذلك بدأ الموسم الرياضي اول لعبة احنا ويا نادي الشباب 78-79 على نادي السالمية أو افتتاح الدوري، غلبنا نادي الشباب 3-1، أنا سجلت أول هدف وثاني هدف سجله صالح العصفور وثالث هدف سجله الله يرحمه قيصر سلطان، غلبنا نادي الشباب 4-3-1. فبس يعني من ذاك الوقت يعني للأمانة بديت أنت تحط أقدامك في الفريق الأول، يعني بديت أنت تصير لاعب فريق الأول، ذاك الوقت أنت بعد يعني طالب وثانوية أحمد بشر الروم اللي هو يعني كانت بالسابق ثانوية الدعية، فتدري يعني بدأ أنت تشم الهواء وبدأت العنف يعني روحك يعني تصير يعني أنت بتنبأ أنه يعني اللي دار مدارك يتنبؤ لنا أنت راح تصير لاعب يعني جيد.